أغيت مروان يخرج عن صمته. شاهدوا المزيد من التفاصيل قبل ما نبلش. كونوا جزء من عائلتنا على اليوتيوب واشتركوا بالقناة، بحبكم. البداية بهذا الفيديو مع اليوتيوبر غيث مروان اللي فتح لايف تاني كان عم يرد على تساؤلات الجمهور. في حدا سألوه هل في واحد من الشلة راح يخطب، فغيث رفض الإجابة وقام بغمس سارة مشان ما تحكي، والتعليقات كانت عم تحكي انه غيث غمس سارة مشان ما تجيب العيد وتحكي عن خطوبة أوسي وشيرين. شو رأيكم انتو بخصوص هذا الخبر؟ نمر ايضا الى قمر الطائي اللي انتشر لها عدة لقطات، فالجمهور كان عم يسأل قمر الطائي ليش ما شفناكي عم تصوري مع كل المشاهير؟ ردت قمر على هذا السؤال انه المرأة هي عدوة المرأة. هذا الشيء اللي خلى الجمهور يحلل جواب قمر انه هي بتقصد انه سارة ما خلتها تصور مع غيث، لكن غيث مروان وسارة الورع نفوا كل هذه الإشاعات والأخبار الغير صحيحة بوضعهم لايك على آخر بوست لقمر الطائي مؤكدين انه قمر ما بتقصدهم بكلامها وعلاقتهم مع بعض كتير منيحة. اشتركوا بالقناة ليصلكم كل شي جديد، بحبكن كتير.